خبر بقى مهم جدا وخبر حلو جدا جدا جدا، اسعدني انا على المستوى الشخصي، وهو ان اتحاد المصارعه تلقى اختار من اللجنه الفنيه باللجنه الاولمبيه، يتضمن هنا باي رغبه كرم جابر لاعب المنتخب السابق في العوده مره اخرى والمشاركه في المنافسات، وعلى راسها البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. يا سلام. حاجه جميله بجد، هذا البطل اللي كلنا فاكرينه بقى. طب. يعني تتكلم عن ذهبيه اولمبياد اثينا 2004 اللي كان وقتها كريم ما بنفهمش يعني ايه ذهبيه اولمبياد اصلا، انت من صحيح. الاربعينيات كان منقطع عنك الميداليات والذهبيات والكلام ده كله، لا حقيقي هو كان وقتها عامل طفره كبيره جدا واسعدنا جميعا، وابتدينا نحس ايه ده، هو احنا نقدر نبقى ابطال؟ الناس استقبلته استقبال ده الفاتحين بص وقتها انا فاكره كويس قوي، لا لا يعني كان حديث طبعا. بجد المجتمع، وطلبت هنا اللجنه الاولمبيه كمان من اتحاد المصارعه وضع خطه بعد قرار عوده كرم جابر لاعداده بقى وتاهيله للمشاركه باذن الله في البطولات، وهو كمان ما بيركز عليه دلوقتي اتحاد المصارعه في الفتره الحاليه. الشهر اللي فات كرم جابر خليني اقول لحضراتكم برضو شارك في بطوله العالم اللي اقيمت باليونان وتوج بالمركز الاول والميداليه الذهبيه، واحنا وقتها اتكلمنا قلنا هو معقول يا جماعه ممكن بطل بعد انقطاع فتره طويله يعود مره تانية، ومش يعود وبس ده يعود ويعود على القمه طب. ويحقق مركز اول، معقوله؟ وكان وقتها حتى قلنا ازاي ده ممكن، او المعادله دي ازاي ممكن تتم، لانها مش معادله سهله على فكره. خلينا نروح على التليفون عشان نعرف مزيد من التفاصيل، كابتن ابراهيم عادل عضو مجلس اداره اتحاد المصارعه، عشان نعرف منه. يا استاذ عادل صباح الخير والهنا على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله صباح جميل كده صباح عادل. جميل واللي ساعد على ان الصباح يكون اجمل واجمل كمان الخبر اللي صحيح. احنا بنعرفه دلوقتي للمشاهدين، عايزين نعرف من حضرتك اخر المستجدات في ملف اعداد كرم جابر هذا البطل الاولمبي الاستثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا احنا كرم بنعتبره اسطوره، مش بنعتبره بطل اولمبي على مستوى مصر بس، طب. على مستوى العالم، لان عارف حضرتك كرم مش مجرد مصارع بياخد ميداليه، لا كرم كاريزما كبيره جدا، اللي هو المصارع الحلو زي لعيب الكره الحريف كده، هو كرم المصارع الحريف بتاع المصارع الحلو. كرم طبعا بعد بطوله العالم للرواد اللي لعبها في اليونان حب ان هو يرجع تاني، وحصل لقاء بينه وبين اللجنه الاولمبيه ورحبوا، واحنا طبعا رحبنا بعوده بطل كبير زي كرم، واللجنه الاولمبيه طلبت مننا نحط له خطه الاعداد بتاعته، ففوضنا الدكتور اشرف حافظ اللي هو كان مدرب مع كرم في لندن وهو حاليا عضو مجلس اداره زميل معانا، عمل لقاء معاه ومع الدكتور هشام مصباح بطل اولمبي جودو وعضو اللجنه الفنيه في اللجنه الاولمبيه، واتفقوا على يعني معدلات البطولات والحاجات دي كده والمعسكرات الخليجيه، وفعلا احنا كان عندنا اجتماع يوم السبت اللي فات حطينا الخطه بتاعت الاعداد بتاعت كرم واعتمدناها في مجلس الاداره، ونبعتها ان شاء الله للجنه الاولمبيه والاداره عشان اعتمادها وتوفير الدعم الفني، ونبدا في اجراءات المعسكرات بتاعته. هو ان شاء الله اول حاجه هيكون عنده في 1/12 باذن الله يكون معسكر في فرنسا، ويوم 8 و9/12 في بطوله في فنلندا ان شاء الله بطوله دوليه ان شاء الله يشارك فيها، ويرجع بعد كده يكمل المعسكر في فرنسا لغايه اعتقد يوم 15 او يوم 17/12، وبعد كده يرجع مصر هنا يدخل معسكر مغلق لغايه ما بنبدا ان شاء الله، يعني بدانا نراسل كتير من الدول الاوروبيه والاسيويه عشان نبدا نجهز معسكرات من شهر يناير وفبراير وبطولات دوليه، بحيث ان شاء الله على بطوله التاهيل اللي هي في 22/3 ان شاء الله هنا عندنا في اسكندريه يكون كرم جاهز ان شاء الله ليها، ان هو يقدر يعني يحقق المركز الاول باذن الله ويتاهل للدوري الاولمبي، وبعد كده نبدا باذن الله بخطه اعداد جديده لغايه الاولمبياد باذن الله. يعني خليني بس اروح مع حضرتك للنقطه اللي انا وكريم كنا بنتكلم فيها، برضو محتاجين نعرف ازاي ممكن بطل وزي ما حضرتك قلت كده اسطوره فعلا يقدر ان هو يغيب برضو فتره طويله ويرجع بنفس التالق، ومش بس كده لا كمان بينافس على واحده من كبريات لم تكن الاكبر في منافسات العالم، يعني فنقطه كلنا، ورغم كل ده برضو لحضرتك تتفق معايا استاذ ابراهيم الناس عندها ثقه كبيره ان هو يقدر ان هو فعلا يحصد يعني ميداليه وممكن ذهبيه كمان، فخليني اعرف المعادله دي ازاي ممكن ان هي برضو تتم، يعني ولا ده حاله استثنائيه نقدر نقول مش متكرره؟ لا لا كرم حاله استثنائيه طبعا بكل المقاييس، كبنيان جسماني كاراده، لان هو كرم مبطل من 2015 بالظبط يرجع النهارده، عنده الاراده وعنده العزيمه ان هو يرجع يلعب تاني، ان هو عنده امل كبير انه يحقق النتيجه الاولمبيه الثالثه ليه،
كرم يعني خلال شهر دخل في برنامج اعداد بدني قوي جدا، وجسمه اتغير يعني 180 درجه دلوقتي. بدا يرجع كرم بتاع زمان، التكوين الجسماني بتاعه بدا يرجع تاني زي ما كان. هو انا اتقابلت معاه الدكتور اشرف يوم السبت اللي فات، كان راجع من المحميه في وادي دجله في برنامج اعداد البدني بتاعه. ما شاء الله هو عنده اراده ومستعد وعايز يعمل حاجه، دي بتبقى عليها جزء كبير جدا. ان شاء الله يعمل الحاجه دي باذن الله ويفرحنا كمان وكمان. طيب برضو يعني الى جانب كرم جابر، عايزين نعرف من حضرتك، هو حتى هذه اللحظه في كام لاعب ولاعبه تاهلوا رسميا للاولمبياد في المصارعه؟ احنا عندنا عبد اللطيف منيع اتاهل عن طريق البرونزيه اللي كان حصل عليها في بطوله العالم في بلجراد في شهر 9 اللي فات، تتاهل مباشره كده للدور الاولمبيه ان شاء الله. عندنا بقيه الاوزان، عندنا 17 وزن ان شاء الله يخوضوا الدوره التاهيليه في اسكندريه من 22 ل 24. هايل جدا. طب ده بالنسبه للتاهل، بالنسبه بقى حصدنا للميداليات، يعني هل نقدر نقول باذن الله ان اكيد طبعا الاتحاد حاطط هدف، لكن نسبه تحقيق ده كام في الميه كده برضو استاذ ابراهيم نعرف او نطمن من حضرتك؟ والله بص حضرتك، يعني احنا ان شاء الله يعني اعتقد ان احنا بنتارجت على 4 ميداليات ان شاء الله. يعني حلو. او 5 النسبه الكبيره طبعا ان شاء الله لو كرم قدر يستعيد مستواه، طبعا رقم 1 عبد اللطيف، كيشو، سمر، محمد مصطفى، يعني دول اعتقد ان هم اكبر حظوظ ان شاء الله يكونوا جايبين لنا ميداليات باذن الله. جميل. طيب اخيرا كابتن ابراهيم، دايما يعني احنا هنا في برنامجنا في 10 الصبح في الاهلي لما بتتاح لينا فرصه استضافه او الحديث مع احد القائمين على اتحاد من الاتحادات الرياضيه المختلفه، في اغلب الاحيان لما بيتسالوا على فكره الميزانيات والامكانيات والموارد والامكانيات اللي تسمح بان اللاعبين التابعين لهذا الاتحاد يقدروا يعني يجلبوا كل ما يعني ما يريدونه من مثلا ادوات رياضيه، معدات او معسكرات خارجيه الى اخره. حضرتك من شويه وانت بتتكلم عن كرم جابر وقلت ان هو في معسكر في فرنسا وبعد كده هيشارك في بطوله في دوله اخرى ثم يعود لفرنسا منها الى مصر، المعسكرات والكلام ده كله يوحي بان انتم ما عندكوش مشاكل قوي في الامور الماديه، صح كده؟ لا انا عشان اكون امين مع حضرتك، احنا يعني الحمد لله الفتره الاخيره او السنه الاخيره ديت احنا الحمد لله يعني عاملين معسكرات كتير جدا. يعني الشباب قبل بطوله العالم كانوا قاعدين 65 يوم خارج مصر، المعسكرات ما بين كيرغستان، ما بين المجر، ما بين رومانيا. اخر بقى حضرتك يعني احنا بقى بنجيب جسمانين صراحه، يعني الشكر الكبير لمعالي الوزير ما بيتاخرش علينا في اي دعم. احنا ما عندناش رعاة ولا عندنا فوائد ميزانيه عشان نقدر ناخد منه. احنا عاملين خطه الاعداد بتاعت باريس عامل لها رقم تمام، الوزاره مع كل بطوله ما بتاخرش علينا بتدينا المبالغ اللي احنا طالبينها كلها، بدليل ان احنا لغايه دلوقتي قادرين نمشي برنامج الاعداد بتاعنا على مدار سنتين. حتى يعني ما فيش اي قصور من في اي حاجه معانا خالص، سواء ادوات سواء معسكرات داخليه هنا في المركز الاولمبي او في اي مكان خارج مصر او في اي مكان داخل مصر اسف. معسكرات خارجيه ماشيه زي الخطه اللي موجوده بالظبط. فالحمد لله الامور دي معالي الوزير بصراحه مش متاخر علينا خالص فيها. والحمد لله احنا اعتقد برضو يعني المردود بتاعنا الحمد لله كويس. احنا السنه دي جايبين 5 ميداليات في بطولات العالم، في بطوله العالم 17 سنه جايبين ميداليه برونز، بطوله العالم 20 سنه عندنا ميداليه برونز وذهب وبرونز، عندنا عبد اللطيف منيع ذهب برونز اسف، وعندنا في 23 سنه عماد جايب برونز. يعني الحمد لله احنا بنتارجت في كل بطوله عالم بنروحها. يعني هايل جدا، كل التوفيق والدعم ليكم، وان شاء الله ان شاء الله تحققوا ميداليات، وزي ما حضرتك قلت 4 و5 باذن الله يكون فيهم كمان ذهبيه. شكرا ليك جدا جدا استاذ ابراهيم عادل.